ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بيتصدم. بيتحذر كل ما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واطلع باختصار بين الكبار وبين الصغار، أو يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. فتحي، هو انت تعرف الراجل اللي كان ورانا ده؟ تسألي ليه؟ عليا انا برضو الحجج دي يا سي اكرم. حاجه جابت؟ ايوه يا بابا، بس انا لسه ما قلتش لطارق. يا دي طارق ده مش ممكن، انت عامله له الف حساب بمناسبه ومن غير مناسبه. ايه الزوم بس الكلام ده يا بابا؟ انا متاكده اني لو قلت لطارق مش هيقول لا. هتقابله؟ طبعا. تفتكر عايزك في ايه؟ شغل ايه يعني؟ بتشتغل في السلاح، بتتاجر في المخدرات، بتهرب اثار، ولا تكون قاتل محترف؟ اوعى تكون قاتل محترف بجد. وانا مقدر صراحتك يا عامر بيه، بس ممكن افهم ايه لازمتها حصه التاريخ دي؟ وما تزعلش مني،
اصل انا كمان راجل دغري وما بحبش ازوق الكلام. انا مش متعتع من هنا لما نتفق. اذا كان عامر ماسك عليا كارت الشيكات فانا ماسك عليه اكتر من كارت. يا طارق انا ارتحت لك، خصوصا لما عرفت ان نورهان سعيده معاك وانك بتعامل سهى معامله كويسه، وعشان كده انا فكرت في حل يحل المشكله اللي بيني وبينك الرئيسيه واللي دايما قلقاني. انا عامر الديب يا شكري. اهلا اهلا يا عامر باشا، عاش من سمع صوتك. نعم ضغطت على نفسك؟ يا سلام، هو انت الطول ده؟ انا بعرض عليك عرض ما تحلمش بيه. بس ده عمره ما كان طموحي ولا يمكن اقبل في يوم من الايام ان ابقى جوز الهانم. انت منفوخ علي، ده اللي زيك يتمنى بس ان اشاور له بصباعي الصغير ده عشان يجي يشتغل عندي. من فضلك يا عامر بيه، مفيش اي داعي للتجريح، انت رجل اعمال غني وناجح على عيني وعلى راسي، بس اوعى تنسى ان انا رجل بوليس ناجح وليا مكانتي في المجتمع. اما بقى موضوع شركاتك واملاكك اللي انت شقيت فيها دي، فدي مشكله تخصك ما تخصنيش انا. عارف المرتب اللي كنت عارضه عليك كام؟ اضعاف اضعاف اللي بتاخده من الشرطه. عمر الحكايه ما كانت بالفلوس يا عامر باشا، والا تاجر المخدرات كان يبقى محترم اكتر منك مليون مره. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا غلطان اني عرضت عليك العرض الكريم ده. على فكره انا من اول لحظه شفتك فيها حسيت انك انسان مغرور، انسان مريض بالفقر، مريض بالفقر والعنطزه. بابا طارق في ايه؟ الباشا بتاعك يا هانم ما جايبك للمنيله، بعرض عليه عرض كريم بيترسم عليا ويتنمرت. انا احتراما لسنك وللنسب اللي بينا مش هرد عليك، لكن كلمه زياده اقسم بالله ما هسكت لك، واعتقد بعد اللي حصل ده مفيش كلام تاني بيني وبينك. طب اوعي طارق ارجوك. بابا في ايه؟ ايه اللي حصل بينكوا انتوا الاثنين؟ مش عايز كلام خالص ولا كنت الكلام. اه عندك ابني سليم. يا بابا يا بابا بس فهمني ارجوك ما تحيرونيش. حصل بينك وبين بابا خلاه خرج وهو متنرفز كده؟ هو اللي متنرفز؟ أرجوك يا طارق فهمني إيه اللي حصل؟ ليه هو البيه ما حكالكيش ولا إيه؟ للأسف خرج وهو متعصب جدا، ما قدرتش أفهم منه أي حاجة، ارحمني وقول لي إيه اللي حصل بينك وبين بابا؟ سيادتك تعبان يا باشا؟ أنا كويس. طب تحب أودي حضرتك المستشفى؟ قلت لك كويس، جور، يلا. أوامرك يا باشا. أنا عايز نسيب شغلي وأشتغل معاه. وإيه يعني؟ هو بابا كان قال لك إيه يعني غلط؟ وأنا اللي كنت ظلماه؟ كنت فاكر إنه بيستفزك زي كل مرة. طلع فعلا بابايا مظلوم. يعني ايه يا نورهان؟ يعني لازم تقبل بالعرض اللي بابا عرضه عليك. يا طارق ده فرصة عمرنا، على الأقل هتأمن مستقبلنا، هترحمنا من انشغالنا عليك، هنعيش سعادة زي بقية البشر، هتبعد عن الخطر. ده مش كلامك يا نورهان، ده كلام باباكي. وإيه المشكلة؟ ما نسمع كلامه طالما كلام عاقل وموزون. يا طارق افهمني، أنا بحبك ومحتاجة لك، في كل مرة بتنزل تروح شغلك بحس إن أنت بتودعني، بحس إن أنت مش راجع تاني. ومش أنا بس اللي محتاجة لك، سوها كمان. طارق
لازم تقتنع بكلام بابا وتسيب شغلك، ولا انت غاوي فقر وعنطزه؟ شغلي ده يا هانم هو حياتي، هو كياني ومستقبلي، وما عنديش اي استعداد اضحي بيه لاي سبب ولاي حد. بيكون في عينك يا مرحب، انا حبي ليكي هو الحاجه الوحيده اللي خلتني اوافق اكون الزوج التاني لست مدمره نفسيا هي وبنتها. كان املي الوحيد ان انا اعوضكم على العذاب اللي عشتوه. ووالدك عامر بيه المفروض يحمد ربنا ويبوس ايد وشه وظهره لاني وافقت احط ايدي في ايده عشان اعالج بنته من العذاب اللي هو حطها فيه. انا مش هسمح لحد يتكلم معايا في الموضوع ده تاني ابدا، مفهوم؟ بس انت وافقت، انت وافقت بتجرحني ليه طارق؟ بابا طارق يا حبيبتي عنده شغل، اول ما يخلص هيحصلنا على طول. هيحصلنا؟ هيحصلنا يا قمر. يلا بقى يا جميل، يلا. وصلي بالسلامة يا فندم. ميرسي قوي يا امينة. باي باي يا سهى. باي. يلا روح. باي باي يا امينة. اتفضل يا حبيبي اتفضل، نورت بيتك يا نير. تعالى يا حبيبي تعالى. الحمد لله على السلامة يا شريف بيه، البيت كان مضلم من غيرك. الله يسلمك، والله وحشتوني كلكم يا جماعة. يا حبيبي أوضة شريف بيه جاهزة؟ بدري. اجري بسرعة حضري الفطار يلا بسرعة. تعالى يا حبيبي، تعالى عشان ترتاح في أوضتك. يا ماما مفيش داعي للقلق ده كله، أنا كويس وزي الفل أهو مفيش حاجة. كويس أنت راخ، أنت لسه يا حبيبي فترة نقاهة. تعرف يا شريف انا طول الوقت عمال افكر نسافر فين بقى نقضي فتره النقاهه بتاعتك. تصدقي يا امي انت معاكي حق، ده انا حتى كنت بفكر ان انا بقى استقيل من الشغل ونسافر، ولا اقول لك نهاجر ونسيب البلد ونعيش بقى في نقاهه وكده ورزق. الله يا شريف الله، فكره الاستقاله دي يا حبيبي حلوه قوي، بس ليه نهاجر يا روحي؟ مش لازم نهاجر. يا عيني يا ماما، امال هتعملي ايه لما تعرفي ان انا بكره الصبح ان شاء الله نازل الشغل؟ ايه انت بتقول ايه يا شريف؟ ايه اللي ايه يا ماما، في ايه؟ انا قلت حاجه غلط؟ انت عاوزاني افضل قاعد في البيت كده لا شغل ولا مشغله يعني؟ لا لا حرام عليك، انا مش هرد على الكلام اللي انت بتقوله ده. ايه يا شريف حرام عليك، انت عايز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ هي إيه يا اخي، انا لو جرالي حاجه يا شريف هتبقى انت السبب، بسبب دماغك الناشفه دي، دماغك الناشفه اللي هتوديك في داهيه وهتوديني معاك. يا ماما فهميني بس، مش عايز افهم حاجه ولا اسمع منك اي كلام، انت بتعصبني يا ابني، حرام عليك والله، والله يا ابني حرام عليك. يا ماما يا نوجا يا مشريف، خلاص اللي في دماغها في دماغها. يا اكلم طارق بيه لو سمحت. نقول له مين؟ لحقت تنسى صوتي يا معتز بيه ولا ايه؟ ايه ده يا شريف؟ معقوله؟ ازيك يا شريف اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، وحبيت اكلمكم عشان اقول لكم ان انا خرجت النهارده الصبح من المستشفى وانا بكلمك من البيت. تصدق انك ندل؟ طب كنت قول لي، كنت جيت وصلتك لغايه البيت. الله يخليك، امي قامت بالواجب. المهم طارق بيه عندك؟ لا الحقيقه هو لسه ما جاش. غريبه دي، مش متعود يتاخر يعني. ما اعرفش ايه اللي اخره لغايه دلوقتي.
طيب لو كلمك او جه يا ريت تبلغه ان انا الحمد لله خرجت من المستشفى وانا في البيت، ومن بكره الصبح ان شاء الله هبقى على مكتبي. ايه ده يا ابني حيلك؟ ما تقعد تريح لك يومين، مستعجل قوي على سكن الشقه بتاعنا؟ يا معتز بيه والله كلكم وحشتوني، والمكتب والشغل وحشني، دي حتى ساره بغلاستها وحشتني. ولا انت عايز تخلص مني بدري بدري ولا ايه ظروفك يا معتز بيه؟ خلاص يا سيدي، لو عايز تيجي احنا بنفتح من الصبح لغايه الساعه 12 بالليل، تعالى في اي وقت. ماشي يا معتز بيه، اشوفك ان شاء الله بكره. لا 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 استنى استنى، على فكره ساره من ساعه ما انت دخلت المستشفى وهي مش مبطله سؤال عليك، شريف اخباره ايه؟ شريف هيخرج ولا لسه؟ شريف جه الشغل ولا لا؟ جاتنا نيله في حظنا الهباب. خلاص يا خلاص يا معتز بيه، خلاص خلاص وصلت وصلت، مع السلامه. ايوه ازيك يا مرايا؟ مال صوتك واطي كده ليه؟ هو النغة عندك ولا ايه؟ ايوه ايوه هو هنا، مش عارف اتكلم معاك. طب وما جيتيش ليه؟ ما انا مديك العنوان، ولا عايز انا اجيلك؟ لا في عرضك انت كده هتوديني في داهيه. خلاص يبقى تجيلي النهارده، ولا انت عارفه بقى؟ طيب طيب ماشي انا هتصرف. طيب هجيلك. طيب هكلمك بعدين. طيب يا حبيبتي مع السلامة مع السلامة. كنت بتكلمي مين؟ دي ماما، أصلها تعبانة قوي. اه لا سلامتها ألف سلامة، ربنا يزيح حالها يا رب. هو أنت خارج يا أكرم؟ اه خارج. ليه؟ أصل ماما كلمتني وتعبانة قوي، عايزاني افوت عليها، فقلت يعني تاخدني في طريقك وتطلع بالمره تطمن عليها شويتين. ولا شويتين ولا ثلاثه، روحي مع نفسك. انت عارفاني لو بطيق امي كلها هي بتطيقني. روحي بس ما تاخريش. هو ده اللي مداخده منك. ميرفت انا مش عايز صداع، انا كفايه اللي انا فيه. الحكايه مش ناقصاك انت وامك كمان. سلام. الو. ايوه يا معتز، خير؟ ايه يا طارق، انت لسه عندك ولا ايه؟ اه يا معتز في حاجه؟ لا ابدا، اصل مش من عادتك تتاخر كده. في حاجه يا طارق؟ مفيش يا معتز، صحيت مكسل شويه وقلت اقعد النهارده في البيت. انت في حاجه جديده عندك في المكتب؟ لا مفيش حاجه. شريف اتصل وقال انه خرج من المستشفى وانه هيجي الشغل بكره الصبح. ماشي يا معتز، هشوفك انت وهو بكره ان شاء الله في المكتب، ولو حصل جديد يا معتز كلمني على طول. خلاص اوكي يا طارق. وريح انت، وانا احتمال اعدي عليك النهارده بالليل في البيت. تنور يا معتز في اي وقت. مع السلامه.
انت يا ابني انت انت يا ابني انت تطرش ولا ايه؟ كلمني انا يا باشا؟ ايوه انا هكون بكلم خيالك بقالي ساعه عايز ازود هوا وانت قاعد هنا زي التربش. ما انتوا ساعه البقشيش بتيجوا زي الدلاديل. الله يقول ايه كده يا باشا، ما انت شايفني شغال اهو. انت ترد عليا يالا ولا ايه؟ يا باشا ما تخليك باشا محترم بدل ما اغلط فيك. تغلط فيا انا؟ اتجننت يالا ولا ايه؟ في ايه يا استاذ؟ انا مدير المحطه. ما تنقل الاشكال اللي بتشتغل عندكم، اشكال معفنه صحيح. احترم نفسك يا عمر هذا. يا اخي اتقي ربنا في شغلك. يا حاج عمر ده راجل غلط. غلط ايه؟ انت اللي غلط وبتلقح ومش شايف شغلك مظبوط. على فكره انت طفشت لي الزباين كلها. المره دي هكتفي بيومين خصم، لكن لو حصلت بعد كده هقول لك مع الف سلامه. الباب يفوق الجمل. بتبص لي كده ليه يالا؟ ما تيجي تاخد لك قلمين احسن. صدق بالله انا لولا بس حالف على الشر اللي كنت حطها في وشك. هي حصلت يا عدوي؟ بتمد ايدك عليا؟ طب ايه رايك من السعاده مالكش عيش فيها؟ ولو لقيتك هنا اهو تاني يا عدوي هترجعك السجن تاني. انت ترجعني السجن تاني؟ انا طلعك منها على نقاله يا راجل اهو. هرجعك السجن يا كلب. انا كلب يا حيوان؟ الممرة كلب. انا مش فاهمه منك حاجه من ساعه ما رجعتي وانت عماله تلخبطي في الكلام ومش على بعضك كده. ما تفهميني في ايه؟ ياما اسمعيني ومن غير راي كتير، هما كلمتين ورد غطاهم. انا عندي مشوار مهم لازم اعمله من غير اكرم ما ياخد خبر بيه، فقلت له انك عيانه ولازم ازورك. اسم الله عليا يا اختي. طب وليه الفال الوحش ده؟ ياما دي حجه مش هتلزق يعني. المهم لو اكرم كلمك بالتليفون ولا جه تعملي نفسك عيانه وتمثلي الدور. طب لو سال عليك اقول له ايه بس؟ قولي له انك عملتي تحاليل واني راح استلم النتيجه واوديها للدكتور. اي حجه وسلام. ماشي بس مش ناوية تقولي لي مسوغة من جوزك ورايحة على فين؟ مصلحة. عندي مصلحة ياما وهقضيها. مصلحة ايه؟ بعدين ياما بقى احكي لك على كل حاجة بس مش دلوقتي، على رواية. لا يا اختي بقى بدل مصلحة يبقى ابو قاسم. ابقي كلميني يا حبيبتي فطميني عملتي ايه. حاضر ياما، سلام دلوقتي. طب خلي بالك من نفسك. مع السلامة. انتوا عيال مالك يا عدو؟ في ايه؟ مفيش. لا ده فيه وفي كمان. هو انا اعرفك النهارده ولا ايه؟ راجع من شغلك مزعبب ومش طايق نفسك وجوزك شبرين. اللي حاصل في ايه يا اخويا؟ ردينا بالهم والهم مش راضي بينا. بناكل اللقمه متغمزه بالسم وبنحمد ربنا وبنشكر فضله، لكن توصل للذل وكسره النفس لا. انا بني ادم ولا انا عشان ربنا هداني وبطلت اذيه الناس اداس بالجزم؟ لا، ملعون ابو دي دنيا. انا ملعون ابو اي حد يذلني. ده انا عدو برضه، عدو اللي كان بيمشي يقول ارض تهدم عليك قد. استهدى بالله يا اخويا، استهدى بالله، ما تعملش في نفسك كده. كده هيجرى لك حاجه وانا والعيال عايزين. اقول لك ايه؟ مش هتمشي كلامك عليها تاني، انت فاهمه ولا لا؟ انا هرجع عدو بتاع زمان، عدو اللي مش فارق معاه حاجه ولا فارق معاه حد، واللي هيفكر يا هو ابن حياتي هدوس على دماغه بالجزمه. واذا كنت فاكره ان انت تدل ودرع بالعيال، لا يغور في 60 داعيه. استهدى بالله يا عدوي، رايح فين؟ ما دول اللي هيسلوني. يا عدوي يا عدوي، قبل ما اشوفهم بيموتوا قدام عينيهم جوا، ما فيش حاجه هتسلني تاني. انت فاهم ولا لا؟ ما فيش حد هيسلني تاني. لا يا عدوي، ابوس رجلك. تقتل ولادك وتعيش بحسرتهم طول عمرك؟ لا يا عدوي، ماليش غيرهم يا عدوي. دول هم اللي لينا، احنا شفنا الذل والشقا عشانهم يا عدوي. ولادك يا عدوي، ابوس ايدك. ولادك يا عدوي، محدش هيذلني تاني، مفيش حد هيذلني تاني. غوري من وشي.
رب يا رب استرها علينا يا رب، استرها علينا بحق حبيبك النبي يا رب. جاي اتفضلي يا حلوه اتفضلي. هرنا عنب على مانجا ان شاء الله. ده ايه الحلاوه والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. ازيك يا غنيه؟ بعد ما طليت عليا بقيت تمام التمام. ايه يا اخويا اللي حدفك الحدفه دي؟ اصلا انا احب الروقان قوي 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 قوي. وما لقيتش روقان يعني غير هنا؟ اقول اللي اتوجد. الله يجازي اللي كان السبب. قصدك مين؟ الغندور اخو النغه جوزك فتحي. عملنا شغلنا مع بعض واستندل بقى وعايز السكينه ياكل عليا حقي. يعملها، ده نبو ازرق. وغلاوتك عندي فتحي ده صيت على الفاضي، بس انا حطيته هنا اهو ومش هعتقه. نصيحة من واحدة عجناهم وخبزاهم ومعشرهم من سنين، ابعد عنهم أحسن لك، وخصوصا فتحي ده لحسن قرصته والقبر. معذورة حبيبتي، أصلك ما تعرفيش غنيم عشماوي العنتيل يطلع إيه. ده أنا جامد قوي وما سيبش حقي لو حتى عند الجن الأزرق مش عند السي فتحي. ما بلاش جو الأفلام الأبيض والأسود ده يا غنيم. أنا يا أخويا مش جاية أقضي ليلة حمرا، وبعدين أنا هرجع على البيت، لو أكرم أخد باله إني شاربة هتبقى حكاية. في دي عندك حق، بس على فكرة أنا مش بتاع أفلام، أنا من ساعة ما شفتك وأنت سكنت القلب من جوه. ولا أنا جاية أعمل غراميات. ولا أنا وحياتك بتاع غراميات. أمال عايز إيه بالظبط؟ أكلت دماغي في التليفون، نتقابل نتقابل، وديني جيت، هات اللي عندك. تعالي نحط هم على همك يا بنت الناس، ما الهم واحد وطرنا احنا الاتنين عند نفس الناس. الراجل المجدع المخلص اللي زيي عايزين يسكوه وياكلوا عليه حقه، والأمرايا اللي زيك اللي تتقل بالذهب مدفونه معاهم بالحياه. ما تقلبش عليا المواجع يا غنيم، وهات من الاخر. عايز توصل لايه؟ عايز ندور ونفتش على حل يخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده. دي شبكه سودة وبعدين مش هتعرف تخلص منها. لو علي أنا عايز أخلص منها النهاردة قبل بكرة، بس ألاقي سكة. بس السكة كانت موجودة وكانت سالكة، لولا اللي حصل ده بقى. مش فاهمة. تعالي وأنا أفهمك. أنا كنت ناوي أول ما أخد نصيبي من العملية، وده مبلغ كبير مش صغير، كنت هبلغ فرار أنا وإنتي ونهج برا مصر. يعني عايزني اطفش معاك زي الحبيبه في الافلام؟ وكان هيبقى احلى طفشان. انا في واحد صاحبي عنده كباريه معتبر في لبنان، كنت هشاركه بنصيبي واطلقك من اكرم ونتجوز، وهترقصي في الكباريه وهتبقي نجمه برنسيسه، وتعيشي بقى مع الراجل اللي بيحبك وبيقدرك وتخلعي من الهم ده. ما تاكلش بعقلي حلاوه يا غنيه. وحياتك وغلاوتك عندي كنت هأكلك بغاشة وبقلاوة لولا اللي حصل ده. فكري بعقلك يا ميرفت، العمر بيجري، والواد أكرم ده لو متشعلق بيك النهاردة بكرة يتشعلق بغيرك ويرميك يا مولاي كما خلقتني. لكن باللي بخططه ليا وليكي هتعيشي طول عمرك برنسيسة، الكل يجري وراكي ويتمنى رضاكي. ساعتها بقى نعمل قرشين حلوين، نأمن نفسنا من غدر الزمن، ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات. اهو كل كلام ابن عم حديد. افضل انت يا اخويا احلم كده
وطيرني معاك فوق في الهوا، بس اوعى توقعنا على جدور رقبتنا. هما لما ضربوا الاعور على عينه قال ايه؟ خسرانه خسرانه. اسم الله عليك. معايا بقى مش هتخسري قد اللي خسرتيه مع النغة. لا ده انت هتكسبي، وهتكسبي كتير قوي. حط ايدك في ايدي عشان نشوف حالنا ومصالحنا وغلاوتك عندي. بتشوفي عز وفلوس ما شفتهاش قبل كده. تسيبي الهم بقى وتعيشي مع راجل بيحبك ويقدرك ويشيلك في عينيه من جوه عشان نعيش في هنا وسعادة. وعشان ده يحصل ايه المطلوب يا غنيه؟ ارجع حق اللي اتسرق مني. موت يا حمار، هي الحدايه بتحد في كتاكيت؟ مش هتطول من فتحي غير شر واذاه. خلي ايدك في ايدي ونحط قلبنا على قلب بعض، ساعتها مش هنغلب، هنلاقي مليون طريقه وطريقه عشان نرجع بيه حقنا ونبلغ فرار ونسيبهم يخبطوا دماغهم في الحيط. انا عارف انك بتدوري على الفرصه اللي تخلصي بيها من الهم ده، والفرصه جت لحد عندك، اوعي تضيعيها عشان لو ضيعتيها هتعيشي ندمانه طول عمرك. انت عقلك كبير وعندك امكانيات تعيشك برنسيسة، عيب عليك لما تعيشي بلقمتك مع عيل عويل زي ده. ماشي غني، همشي ورا الكذاب لحد باب الدار، وعلى رأيك ضربوا اللعور على عينه الخسرانة خسرانة. رتب انت وخطط وشوف هناخد حقنا منهم ازاي، وانا معاك. هو ده الكلام الموزون يا مرايا. بس اوعى شطانك يوزك وتلعب بيا، عشان مش كل الطير اللي يتاكل لحم، وانا لحمي مر قوي. زمان اكرم لعب بيا وعمل لي البحر طحينه، لكن دلوقتي انا صاحيه وساعه الجد هطربقها على دماغي ودماغك، واللي يحصل يحصل. انا مش هرد عليك بالكلام، انا هسيب الايام هي اللي تثبت لك انك مع غنيم دايما كسبانه، وهتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قلتي ايه؟ قلت ايدي في ايدك يا غني. وانا كل ليك يا مرايا. صباح الخير يا رانيا. صباح النور يا شكري بيه، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. يا ترى عامر بيه موجود؟ طبعا موجود وفي انتظارك. اتفضل ثانية واحدة. حاضر مختار. عندك ليه يا شكري؟ ما تقعد. اصلي الحقيقه بقالي كتير قوي ما دخلتش المكتب ده، بس ما شاء الله يا باشا سعادتك زي ما انت.
شباب ما بتكبرش يا عامر بيه. سيبك من مجاملات الفارغة دي ونخش في الموضوع. عايز ايه يا شكري؟ انا يا باشا مش عايز اي حاجة، عايز سلامتك. سلامتي انا؟ اه طبعا. سعادتك ناسي ان في بينا عشرة قديمة؟ لا. وانت سيد من يصون العشرة. رغم اني عارف ان سعادتك بتتريق، بس هي دي الحقيقة. حقيقتي يا شكري، حقيقتي يا ابني، احنا هنلف وندور على بعض. انا اللي عملته معاك يخليك تعيش طول عمرك عبد تحت رجليا، لكن قلة الاصل متأصل شغلتك معايا، ما بخلتش عليك بأي حاجة، جوزتك بنتي وحدتي، لكن انت بقى لا صنت لا امانة في الشغل ولا في النسب، سرقتني ولعبت من ورا ظهري ومررت حياة بنتي وحفيدتي وخليت عيشتهم هباب في هباب. لا يا باشا سعادتك كده تبقى فاهم الموضوع غلط. ما تخافش